إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما جابش هنا بقى إلى دفاع عدل ولا شفاعة، لأنه عارف إن المؤمن يعلم تماما أنه لا محسوبية عند الله، لا عقل فيه دية ولا فيه شفاعة يوم القيامة، عارف مفيش حد هينفعه لا شفعاء ولا مؤمن بهذا، ويؤمن بأنه سيجزى بعمله يوم القيامة بعدل الله تبارك وتعالى. وكما علمه رسول الله: اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا يوم القيامة. إعجاز التكرار في سورة البقرة، ومن إعجاز التكرار في هذه السورة العظيمة التكرار في السمع والطاعة، حيث ورد في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى وهو يفضح بني إسرائيل، وقالوا بعد أن ذكرهم الله عز وجل بعهده: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. بس ترى يا رب ده بني إسرائيل، ربنا لعنه مش من شوية، اوعى انت بقى تقول سمعت وعصيت، قول سمعت وأطعت، اللهم أعني يا رب على الطاعة ومن عن المعصية، اوعى تعمل زي بني إسرائيل. وقالوا سمعنا وعصينا، فلما كان في نيتهم المعصية وفي استعدادهم التنصل من أوامر الله، ماذا كانت النتيجة؟ أن حقرهم الله بأحقر شيء، وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فعبدوا العجل من دون الله عز وجل، أشركوا في قلوبهم العجل، أحبوا العجل وعبدوه من دون الله عز وجل، ويا لهم من خزي معاه. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. تعال بقى شوف القرآن الكريم يذكرنا هنا، قالوا سمعنا وعصينا، ده بني إسرائيل. بينما حدثنا عن أهل الإسلام وأهل الإيمان، فقال الله عز وجل بعدما ذكرنا بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، شوف التكرار: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى دي الفرق بين أهل الإيمان وأهل الغضب والمقت والفجور واللعنات والعصيان. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقد نزلت هذه الآيات وقبلها آية شاقة صعبة أوي اختبر الله بها نوايا الصحابة مع أنهم أعلى درجات الإيمان، قالوا سمعنا وأطعنا، وحياتهم كلها سمع وطاعة، ده ناس سابت بيوتها وسابت فلوسها وسابت المدينة، سابت مكة وراح بالمدينة، ومنهم اللي راح الحبشة ومنهم اللي قتلوا، الله ده كل التضحيات دي كلها تتهمهم بأنهم بيعصم؟ أبدا أبدا، ده على درجات الإيمان سابقون في كل خير. لكن لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال الله رسول الله لا دي شقة علينا صعب قوي، ما تعودناش نكذب، صادقين معك يا رسول الله. ربنا بيقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فربنا بيقول هيحاسبنا على النية، إذا مرت علينا نية معصية في لحظة حتى ولو لم نعملها فهذا أمر شاق علينا لا نستطيع أن نمنع خواطر النوايا، لا نستطيع أن نمنع وساوس الشيطان تمر علينا بين الحين والحاء والحين، فمعنى كده نحاسب عليها يبقى ضعنا يا رسول الله. يا رسول الله نزلت علينا آية شاقة لا نطيقها،
ويمر على نوايانا الكثير من وساوس الشيطان، لكننا نعدك ألا نعمل بوساوس الشيطان، ما نعملش المعصية، لكن لو مرت عليها ادينا مساحة نقول استغفر الله العظيم بس هتقبل، لكن نقول نمنحها، أمنع إن الشيطان يمر علي ويوسوس لي، لا دي صعبة، قال لي علينا قوي يا رسول الله. فالرسول أراد أن يربيهم على الطاعة الكاملة المطلقة لله ولرسوله، فتغير وجهه وقال لهم أتقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ لا يا رسول الله احنا مش زيهم. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ ده أمر شاق علينا، ما تحدثنا به النفس من وساوس الشيطان، ده أمر طارئ ويمر على الجميع، لا نستطيع أن نمنعه. هنكذب يا رسول الله؟ ما نقدرش نكذب، مش هنبقى زي المخادعين ولا المنافقين، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، مش هنقدر نعمل زيهم يا رسول الله، فماذا نفعل؟ قال النبي لهم أتقولون كما قالت بنو إسرائيل لموسى قالوا سمعنا وعصينا؟ أما كان لكم أن تقولوا سمعنا وأطعنا؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. يا رب هنسمع وهنطيع وهنحاول، بس اغفر لنا وتجاوز عنا إذا قصرنا، لأننا بشر قابلين للخطأ، فاعف عنا وأنزل علينا عفوك ومغفرتك. فلما قالوها، بعد ما الرسول علمهم أنهم يقبلوا أوامر الله ولو كانت شاقة على أنفسهم، يقول اللهم أعنا عليها يا رب، واغفر لنا إن خرمنا ولا إن زلينا فيها يا رب. أما كان لكم أن تقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ تسأل الله العون أن يعينكم عليها. فلما يقول راوي الحديث فلما اقترأها القول مع روح زي ما الرسول قال لهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أنزل الله آية التخفيف بعد آية التكليف، أنزل الله آية التخفيف عليهم بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقبل الله منهم التكليف بمشقته لما رضوا بحكم الله وإن كان شاقا عليهم، وأنزل التخفيف عليهم برحمته، فلا يكلفهم إلا بما عملت أيديهم لا ما حدثت به نواياهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما حدثته أنفسهم ما لم يعملوا، ما لم تخرج إلى دائرة الإيه؟ إلى الفعل والعمل. يوم ربنا يعفو عن النوايا ولو كانت النية فيها تسريب من الشيطان وتزيين من الشيطان، ما دمت قد استغفرت إلى الله عز وجل يعفو الله عنك ببركة إخلاصك ومجاهدتك لنفسك. أيها المسلمون الكرام، هذه الدروس الدرس الأهم فيها أن نخرج بسمعنا وأطعنا لله ولرسوله، لأن عندنا النهاردة في ناس طالعين حزب تكويني يقول لك العقل والمغنى هي اللي تقول حلال ولا حرام، سيبك من المشايخ وسيبك من الأئمة وسيبك من الرسول وسيبك من الصحابة وسيبك من أحكام الدين وسيبك من الحلال والحرام، أمال إيه أبو لهب؟